February 2023 قررت المحكمة أن سيتم تقديم معلومات حول الأسئلة التي طرحت للمحكمة من أجل رأيها الاستشاري بما فيها هذا التاريخ الذي حدد للإجابة على الأسئلة وتقدم للمحكمة. وفي 25 من أكتوبر سيكون الحد النهائي وستقدم البيانات والتعليقات الخطية وبالنسبة للطلب الذي قدم من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي والاتحاد الأفريقي، فإن المحكمة قررت أن هذه المنظمات الثلاث ستكون قادرة على تقديم المعلومات حول الأسئلة المقدمة للمحكمة، وبالتالي فإن بوسعها أن تقدم ذلك وفق الموعد المحدد الذي وضعته المحكمة. وفي يونيو 23 وصلت للمحكمة وثائق حول القضايا التي وضعها أو حددها حددت الجمعية العمومية، وهناك أيضا وثيقة في الملف وعدة ترجمات قدمت للمحكمة من الأمانة العامة في الأمم المتحدة في أكتوبر 23. وتم تلقيها من تركيا، ناميبيا، لوكسمبورغ، كندا، بنغلاديش، الأردن، تشيلي، ليتشنشتاين، لبنان والنرويج وإسرائيل والجزائر وجامعة الدول العربية والجمهورية العربية الإسلامية وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وغيانا واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر وسويسرا وإسبانيا، الاتحاد الروسي وإيطاليا واليمن والمالديف ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمان والاتحاد الأفريقي وباكستان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وهنغاريا والبرازيل وفرنسا والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغامبيا وإيرلندا، بليز، بوليفيا وكوبا وموريشيوس، المغرب، تشيكيا، ماليزيا، كولومبيا، اندونيسيا، غواتيمالا، نيرو، توغو، فيجي، وسنغال وزامبيا. ثم تم تسجيل تعليقات خطية من الأردن والجمعية التعاون الإسلامي، قطر، بليز، بنغلاديش، فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وتشيلي وجامعة الدول العربية ومصر والجزائر وغواتيمالا وناميبيا وباكستان. الكتاب المؤرخ بأكتوبر 18-23 من الدول الأعضاء والدولة المراقبة فلسطين فالاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الإسلامي سيتم افتتاح جلسة استماع في 19 من فبراير 2024 وسيتولى إذن ألجيريا، سعودي أرابيا، the kingdom of the Netherlands، بنغلاديش، بلجيوم، بليز، بوليفيا، برازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، إيجيبت، the United Arab Emirates، the United States of America، the Russian Federation، France، the Gambia، غيانا، Hungary, China, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Ireland, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Namibia, Norway, Oman, Pakistan, Indonesia, Qatar, the United Kingdom, Slovenia, Sudan, Switzerland, the Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkey, Zambia, the League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation, the African Union, Spain, Fiji, the Maldives, and the Comoros. This morning, the court will hear the State of Palestine,
which has been allocated a maximum speaking time of 3 hours. All the other participants in the oral proceedings over the next days will speak for a maximum of 30 minutes each. Before inviting Palestine to address the court, I would add that in accordance with Article 106 of its rules, the court has decided that the السعودية ثم هولندا وبنغلاديش وبلجيكا وبيليز وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوبا ومصر الإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وغامبيا وغويانا وهنغاريا وإيران والعراق واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيا ولوكسمبورغ وماليزيا وجزر الموريس وناميبيا والنرويج وعمان وباكستان وإندونيسيا وقطر والولايات المتحدة والسودان والصين وتركيا وزامبيا والجامعة العربية منظمة المؤتمر الإسلامي الاتحاد الأفريقي إسبانيا المالديف وجزر القمر.